واجبات مسؤول في هذا المستوى. واجباته ان هو يخدم الجزائر ويعمل على تقوية دفاعات الجزائر. لما تتكلم لي على الهجومات على تيغان توري، كان من الافضل من هذا من طرف هذا المسؤول انه يوجه اللوم والانتقاد للولايات المتحدة الامريكية وفرنسا اللي ما عطوناش المعلومات حول هذه المجموعة اللي هجمت تيغان توري. ديجا وجهك ما يفرحش باين فيك شرير، الدافع على سراق اسمه شكيب خليل، تحكي على البباصة تاع البحيرين، تخدمها في فرنسا هولندا الغيارين، كترت ايام اللاجمي ودير في اللقطات، ونسيتي تيغان توري ورجال اللي ضحات، حمين الحدود من غدر اليهود، اللي حاب يفرغ البلاد من طروة الوقود، نقول لك يا مفدودة غير ارجع للدربوكة، يا حسرة على فلان وقت رجال دوكا اللي كانوا بكري واقفين البلاد والاعلام، انت رجعتي الحزب في اللي كولون تاع حكيم الاعلام، يا فنان او راح لك الميزان، ارجع للفلاحة ودي الدعم تاع البنان، الهضرة تاعك انا ما تقنعنيش، خطاك الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش. انا تفود ديقاج فود فود ديقاج، رقاصة كيفك انت جاية تحكي على الجهاد، وش به النيفو طاح يتكركر في السياسة، ما انا نصدم حتى انا ونروح نرشح في الرئاسة، قدوة نهز الاستمارة ونلم التوقيعات، نروح نرشح روحي في الانتخابات، نقفل الحانوت ونطيش الكاسات، كش ما تصلح لي بلاصة في الرئاسيات، نروح عند الطالب ونزيد معاه قزانة، نلغم روحي بالكتب فيهم روامة، نبدا بالاعلام ونحكي في الجورنال، منخليني خبر لشروقني نهار، نعطيهم البروجرام وشكون ما يقبلوش، كل واحد عنده دار فها جاكوزي في الدوج، طلع في السميك وزيت معايا يريب، كل مواطن عنده حق في بقرة تحليب، البطالة نقضي عليها تمسوها خلاص، عنابة في الليل نقلبها لصديقاس، نعدي في القناة ونغني قصة من جيب لكم فيرسيون تاع ترن ترن ترن. انا تفود ديقاش فود فود ديقاش، رقاصة كيفك انت جاية تحكي على الجهاد، وش به النيفو طاح يتكركر في السياسة، ما لا نصدم حتى انا ونروح نرشح في الرئاسة، فوت عليا ودركا تشوف كيفها مبدل الدستور، نطيش لكرافات ونلبس قلطة كورة، والله كورة ندير في سكورة بكل ثقة، راني حلمت باللي انا هو خليفة بوتفليقة، ما تخافش كلش باين والخير معايا وكاين، ومشني راح نبيع البطاطا بخمسة ملايين، راني فقير وعندي طوابلة في المرجية، داخل الرئاسة بقرن فلفل حار وترشية، العجب راهو يصير في القائمة الانتخابية، قالوا لي فها كردوني وفها فرقة موسيقية، مسرحية كوميدية بأرقام قياسية، فها دي بوكيمون داخلين للعبة السياسية، مالا خير فوتي عليا وفوتي على الخدام، ما يهمش ما منكون أكياس تاع حمام، خطاك بكري جدية كان يقول هانية، يا ولدي يا ليزيك يطلع رئيس ولا والية. فود ديقاج فود فود ديقاج، رقاصة كيفك انت جاية تحكي على الجهاد، وش به النيفو طاح يتكركر في السياسة، ما لا نصدم حتى انا ونروح نرشح في الرئاسة. وقال لكم رب العالمين يعني انتم الناس راهي تسكن في القيدان، وعاطين اربع اراضي يعني عاطفكم هذه الحاله، اربع اراضي المغرب تاعي هذه تاع خلينا نهضر، خلينا نهضر.